في إطار تقريب الخدمات من منظوره، افتتح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مكتبا محليا جديدا بولاية أريانا بنهج خلات برواد. ويتولى المكتب الجديد تأمين جميع الخدمات المسداة من قبل الصندوق لفائدة الأجراء والمؤجرين والعاملين لحسابهم الخاص المقيمين بالمناطق التالية: معتمدية رواد، رواد رياض الأندلس، الغزالة، القطب التكنولوجي، معتمدية قلعة الأندلس، برج الطويل، قلعة الأندلس، قنطرة بنزرت. إيه احنا ديما في العدد نمشيو ديما مكتب أريانا، وبصراحة ما حاجة باهية خاطر مكتب أريانا برشا برشا اكتظاظ، وديجا تبدا تخدم ولا حاجة تضيع برشا وقت، على القليلة واحد ما يتعطلش ينجم يقضي مصالحه في ساعة في ساعة ويمشي على روحه ويرجع يخدم على روحه. نقعدوا نستنوا ونتعطلوا، واحد يضيع نص النهار كامل هو يبدا يخدم وفي جرته 20 حاجة وحاجة، هكا يلحق الحمد لله. المكتب المحلي برواد يأتي لتخفيف الضغط على مكتب أريانا الذي يشهد اكتظاظا كبيرا، حيث يسدي خدماته لأكثر من 85 ألف مضمون اجتماعي. المكتب المحلي هذا هو طلب قديم ياسر من المواطنين متاع الجهة، وعنا في ولاية أريانا كل عنا 85 ألف مضمون اجتماعي، بالطبيعة النسبة 28% باش يوليوا تابعين رواد، معناتها عبارة ثلث باش ينقص الضغط على المكتب الجهوي بأريانا. مكتب جديد يفتح وخدمات تقرب للمواطنين في وقت تشكو فيه الصناديق الاجتماعية عجزا ماليا. كان وزير الشؤون الاجتماعية قد صرح سابقا أنه من المتوقع أن يصل عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السنة الحالية إلى أكثر من 1440 مليار مقابل 471 مليار للصندوق الوطني للتضامن والحيطة الاجتماعية.